السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وبخير وفي احسن حال. معاكم نوران ناصر من تيم اور كورس. باذن الله هنشرح مع بعض النهارده المحاضرة الثالثة في الكوميونتي بعنوان listening and empathic response. هنشوف مع بعض كده يعني ايه كلمة listening. يعني استماع، يعني انا بسمع الشخص ومهتم باللي هو بيقوله وايه، وبشوف هو بيقول ايه وبتفاعل معاه وكده يعني. وempathic responding نفس فكرة، يعني هي حاجة مهمة برضو في listening، يعني انا بسمع الشخص وبتفاعل معاه ويبقى فيه تعاطف، حاجات زي كده يعني. تمام؟ تمام. هنبدأ مع بعض نشوف ديت ال learning outcomes. بشوف الديفينيشن اللي هو الديفينيشنز اللي احنا مهم نعرفها، السكيلز بتاعت الليسننج للبيشنتس، المهارات اللي انا بحتاجها، التايبس اوف ليسنرز، انواع الليسنرز، والسؤال ده العنوان ده مهم، ام سي كيو، الاليمنتس اوف ليسننج، ايه الحاجات اللي انا بحتاجها عشان اعمل ليسننج كويس، اللي هو اكون منصته جيده للي قدامي، ازاي بسمع كويس اصلا يعني، والليسننج، ديفاين الامباثيك ريسبوندنج، بشوف اللي هو الاستجابه العاطفيه او ان انا ازاي بكون متعاطفه مع اللي قدامي، والامباثيك ليسننج، والتايبس اوف امباثيك ريسبوندنج، لما انا بسمع حد وبتعاطف معاه ايه انواع التعاطف اللي ممكن اعملها، empathy و effective communication، النون فيربال اسبيكتس اوف امباثي، ازاي ممكن اتعاطف مع شخص من غير ما اقول كلام اللي هو بالبادي لانجوج وكده، والبروبلمز ان استابليشنج هيلبنج ريليشن شيبس، هنشوف المشاكل برضو بتقابلنا لما بنيجي نعمل ايه اللي هو الريليشن شيبس وكده يعني. طيب اول حاجه بنقول الفاندمنتال ديفينيشنز اللي هي الديفينيشنز الاساسيه اللي عندي، عايزه افرق بين حاجتين قوي مهمين، في فرق بين الهيرنج وبين الليسننج. هيرنج معناها استماع، يعني انا بسمع اللي قدامي اصوات بنسمعها بودنينا عادي، يعني بتبقى حاجه فيسيولوجيكال، بسمع مثلا صوت دوشه، بسمع صوت العيال بتلعب في الشارع، بسمع مش عارف ايه، كل ده كلام انا بسمعه، لكن هل انا بدي له اهتمام وبفكر فيه كده؟ لا خالص، بسمعه كاني مش سامعاه. لكن الليسننج ان انا مثلا اسمع حد بيتكلم واركز في الكلام اللي هو بيقوله وابدا افهم معناه والكلام زي كده. تمام تمام يبقى الهيرنج ده ريسيفنج اوديتوري او سنسوري او سنسوري انبوت، يعني حاجه بسمعها، اصوات الدوشه حواليا بتحصل، تخبيط، اي حاجه. وبيورلي ريسبتيف اكتيفيتي، ده بيبقى ايه، اكتيفيتي عادي يعني بتستقبله الحواس بتاعتنا كلها، اي صوت بنستقبله، اي صوت بنسمعه، وبيكون حاجه فيسيولوجيك. تمام تمام لكن الليسننج دوت بيكون عباره عن ايه، ده بيبقى اوديتوري او سنسوري انبوت، برده نفس الفكره، ده بعمل ده بروسيسنج بقى، انا باخد الحاجه وبشغلها في دماغي وببدا احللها وافكر فيها، انما هنا كان مجرد ان انا استقبلت الحاجه دي بس. هنا معناها ايه، معناها ميكينج اكتيفيتي، هنا برضو حاجه انا بتعب فيها، بشغل فيها دماغي، وده بيكون كوجنيتيف. تمام تبع ايه، تبع المخ يعني. خلاص يبقى كده في الهيرنج انا حاجات سمعتها مجرد ان انا سمعتها، انما الليسننج لا، دي حاجه انا سمعتها فكرت فيها، دخلت دماغي، شغلتها في دماغي، شفت معناها ايه والكلام ده كله. طيب السكسسفول سكسس اوف ليسننج ديبند اون اول فور اليمنتس، بنحتاج اربع عناصر اساسيه عشان خاطر نعمل سكسسفول ليسننج، يبقى مستمعين جيدين. اول حاجه ان انا اكون اقدر اصلا اعمل هيرنج اللي هو ايه، فيسيولوجيكال بروسيس، يبقى انا اصلا بقدر ايه، يكون عندي الهيرنج شغال كويس، بقدر اسمع عادي. تاني حاجه فلترنج او ديستراكشنز، يعني ايه، يعني انا مثلا قاعده بتكلم مع اختي في الاوضه، في مثلا في دوشه بره في الشارع، في حد بيخبط بره على الباب، مش عارف ايه، انا مثلا كل دوت انا بعزله مش مركزه معاه، لكن انا مركزه مع الكلام اللي هي بتقوله. تمام ده معناه فلترنج او ديستراكشنز، دي بتخليني اركز، allow you to focus concentrate on the message، بركز هي بتقول لي ايه. تاني حاجه انتربريتنج، يعني ايه انتربريتنج، انتربريتنج ده معناه ان انا سمعت الكلام اللي هي قالته وايه، وبحلله في دماغي وبشوف هي بتقول ايه وبفهم معناه وكده يعني. تمام معناها assessing meaning decoding include verbal and non verbal cues، برضه بشوف البادي لانجوج بتاعتها، يعني هي ممكن مثلا اشوف التون بتاع الفويس بتاعتها، مثلا هي بتتكلم ازاي، بشوف الفيشال اكسبريشنز، البادي لانجوج، كل الحاجات دي بشوفها، بشوف الفيربال الكلام اللي بتقوله والنون فيربال كوميونيكيشن. اخر حاجه بقى بعملها ريكولينج، ان هو مثلا بقى ايه، قدام شويه مثلا كمان شويه مثلا افتكر الكلام اللي هي قالته، ده برده معناه انا برده معناه انا عملت ايه، عملت ايه ليسننج كويس. مثلا احنا كنا بنتكلم في مثلا عندنا نتكلم ساعتين ثلاثه، وانا ايه كلامها كله بقى بسمعه ومبسوطه ليه، فالكلام كله بيتخزن في دماغي، بعدها ساعتين ثلاثه بقى ممكن افتكر حاجه من اولها، ده برده معناها يعني ايه ريكولينج. برده مثلا احنا برده بنشوف مثلا في كام محاضره، مثلا بنتكلم عن محاضره، انا دلوقتي بشرح المحاضره، فايه في هيرنج، احنا يعني انتوا سامعين دلوقتي المحاضره، بعدين ايه فلترنج او ديستراكشن، اخواتكم مثلا بيلعبوا حواليكوا او في دوشه شغاله بره، خلاص انتوا مش مركزين معاه، انتوا مركزين مع الشرح بس، انتربريتنج بقى بتسمعوا الشرح وبتفهموه كده، ريكولينج بقى لما نيجي في الامتحان تفتكروا الشرح ده او تفتكروا الكلام اللي انتوا بتذاكروه، ايه نفس الفكره بالظبط برضو. طيب دلوقتي بقى عايزه اتكلم عن التايبس اوف ليسنرز، المستمعين دول في منهم انواع. تمام تمام السلايد دي مهمه، وتيجي ام سي كيو تقول لنا التعريف، وبعدين احنا نقول اللي هو مثلا نوع الليسنر ايه، او تقول لنا الليسنر مثلا، واحنا نختار التعريف بتاعه الصح وتدخلهم في قلب بعض بقى. تمام تمام اول حاجه عندي في حاجه اسمها الاكتيف ليسنرز. يعني ايه اكتيف ليسنرز؟ الليسنر دوت ليسنر نشيط، بيبقى ايه، بيبقى متفاعل مع اللي قدامه
وبيبقى مركز مع الفيربال والنون فيربال بتاعه، يعني ايه اللي هو مركز مع الكلام اللي هو بيقوله، مع الفيشل اكسبريشنز، مع البادي لانجوج بتاعته، مركز مع كل حاجه. يبقى listening not only to the message but also the way it has been delivered، برضو الطريقه اللي اتقال بيها، يعني مركز مع الفيربال والنون فيربال. طيب الباسيف ليسنر دول بيبقوا عباره عن ايه؟ الباسيف ليسنر دول قاعدين بيعملوا هيرنج، هم سامعين بس مش بيعملوا ليسننج، تمام؟ يبقى هو ده باسيف ليسننج، هو اكشوالي هيرنج، عباره عن هيرنج مش ليسننج. يبقى ايه هو الباسيف ليسنر؟ هم بس سامعين صوتي وانا بتكلم، لكن هل هم مركزين في الكلام اللي انا بقوله؟ هل هم بيفهموه مثلا، او اللي هم بيركزين فيه بيحاولوا يفهموا معناه ايه، او فهموا انا قصدي اوصل ايه او كده؟ لا خالص مش مركزين. سنس باسيف ليسنر كيپ ذا مايند كلوزد، بيخلي ايه، هو اصلا كده كده مقفل دماغه. مثلا زي مثلا حد هيحضر المحاضره، الاكتيف ليسنر ده بيحضر المحاضره وبيركز مع اللي الدكتور بيقوله، ومركز مع كل كلمه الدكتور بيقولها بالظبط. طب الباسيف ليسنر لا، ده بيحضر حاضر المحاضره قاعد بس كده، ما بيعملش اي حاجه، هو اصلا كده كده دماغه قافله، انا كده كده مش هفهم من الدكتوره، كده كده انا مش هسمع المايك، هو كده يعني، تمام. كوميونيكيشن وذ ذم از فيوتايل اند انكومبليت، التواصل معاهم بيبقى ضعيف ومش كويس. طيب في عندي بقى نون ليسنرز، دول اصلا مش سامعين اللي انا بقوله خالص. يعني انا مثلا انا بتكلم، هم مثلا حاطين مثلا حد، انا مثلا بشرح المحاضره اهوت، حد مثلا مشغل الفيديو وايه ومركب السماعه في ودنه بيسمع حاجه تانية، ده بقى نون ليسنر اصلا مش سامع، يعني هو انا بتكلم مع نفسي خلاص. يبقى هنا كده they don't listen at all، مش سامعين اصلا، because they are generally disintegrated in the subject، او ما لهمش دعوه بالموضوع، disinterested يعني مش مهتمين باللي انا بقوله، او مش مهتمين بالموضوع او كده يعني. These people pretend to follow the speaker while they are actually preoccupied with something else، هم عاده بيبقوا قاعدين قدام الشخص اللي معاهم وبيتكلموا معاه، بس هم بيبقوا مشغولين بحاجه تانية. مثلا انا اصلا مش سامع هي بتقول ايه، مثلا انا ماسكه الفون وبلعب عليه، مثلا انا اختي مثلا بتكلمني وانا قاعده جنبها اهو، انا مثلا مش مركزه معاها خالص، هي بتقول ايه وماسكه الفون عماله العب عليه وحاطه سماعه في وداني وهي عماله تتكلم معايا وانا ولا كاني سامعاها، ده ايه؟ ده النون ليسنر خلاص. تمام. في نوع رابع بقى اسمه ايه، الايفالويتيف ليسنر. الايفالويتيف ليسنر دول اللي هم بيقيموا، دول بيبقوا مركزين قوي مع الكلام وبيبقوا شايفين كل حاجه وبيقيموا الكلام، يعني ايه، بيبقى تقييم زياده قوي للكلام. يبقى ده بيأسس الفيربال كونتنت، بيشوف الكلام انا بقوله كله ويأسسه اون ذا بيزس اوف ووردز، على حسب الكلمات، مش بيبقى مركز قوي مع البادي لانجوج او مع البارا لينجويستيك او نون فيربال كيوز، مش بيبقى مركز مع حاجه ثانيه، بيبقى مركز قوي مع الكلام وبيقيم الكلام اكتر خلاص. دول اللي هم مين؟ دول هم الايفالويتيف ليسنر. يبقى انا عندي كام نوع من انواع ليسنر؟ اكتيف ليسنر، باسيف ليسنر، نون ليسنر، وايفالويتيف ليسنر. يبقى كده لو مثلا نقول مثلا ان احنا حاضرين المحاضره 400، 100 منهم مثلا هيبقوا اكتيف ليسنر، سامعين المحاضره كويس ومركزين مع الدكتوره ومش عارف ايه، 100 ثانيه حاضرين مثلا لان المحاضره دي مثلا حضور وغياب، مثلا قاعدين سامعين بس الدكتوره مش فاهمين هي بتقول ايه، مش مركزين، او هما ايه مش سامعين هي بتقول ايه، مثلا صوت مش كويس، مش قادرين يفهموا الدكتوره بتقول ايه. النون ليسنر دول اصلا مش سامعين، دول مثلا قاعدين ورا مركبين السماعه في ودنهم، او قاعدين بيلعبوا على الفون، بيعملوا اي حاجه يعني. وايفالويتيف ليسنر دول سامعين الكلام اللي الدكتوره بتقوله بقى، وبيقيموا الكلام بتاع الدكتوره وكل الكلام ده خلاص. دول هما التايبس اوف ليسنر. ماشي، دلوقتي عايزه اشوف السكيلز اوف افكتيف كوميونيكيشن، ايه هي المهارات اللي انا بحتاجها عشان خاطر اعمل كوميونيكيشن كويس. اول حاجه لازم سبيكينج كليرلي، لازم اكون بتكلم كويس وفورسفلي اند هافينج ان افكت اون اذر، يبقى لازم اكون كلامي واضح ويكون كويس ويكون ليه تاثير على الاخرين، احاول ان انا اكون شخص مؤثر. تو بي جود ليسنر، عشان خاطر اكون شخص كويس بيسمع كويس، يعني انا عشان خاطر اعمل كوميونيكيشن لازم اعرف اتكلم كويس واسمع كويس، تمام. تمام، ده بيبقى كريتيكال بارت اوف ذا كوميونيكيشن موست ديفيكلت تو ليرن، ان الشخص يكون مستمع جيد دي اصعب حاجه ممكن ان احنا ايه نتعلمها. اند يور ابيليتي تو از ا دكتور تو بروفايد يور بيشنت وذ ذا سنس ذات يو ار اندرستود كير رياكت ريفلكت، قدرتنا احنا كاطباء مثلا لما نيجي نتعامل مع المرضى، ان احنا لما بنسمعهم بنقدر نفهم هم عايزين ايه، وبنتفاعل معاهم وبنديهم فيدباك، مثلا بنظهر لهم ان احنا فهمناهم وفهمنا مشاعرهم وفهمنا هم عايزين يوصلونا ايه، ان احنا حاسين بيهم كده يعني. تمام. تمام، ان احنا بنعمل رياكت وايه وريفلكت. وامبورتنت بار اوف يور افكتيف كوميونيكيشن وذ ذم، طيب لو انا حصل وفشلت ان انا افهم البيشنت اللي قدامي، هو هيعرف هيحس ليه؟ لان انا مش هعرف اديله فيدباك كويس. انا يعني مثلا هو قاعد يشتكي لي من امراض كتير وحاجات كتير، وانا ما كنتش سامعاه كويس، او ما كنتش مركزه معاه، او انشغلت في حاجه ثانيه مثلا، او مثلا قعدت سرحت في حاجه ثانيه وهو بيتكلم، خلاص هو كده هيعرف ان انا مش مركزه معاه ليه، ان انا قدام مش عارف اديله فيدباك كويس، مش عارف اقول له مثلا هو عنده ايه، مش عارف اقول له العلاج اللي ممكن ياخده ايه، مش عارف افيده في حاجه. تمام، فهو هيبقى انكفرد بالنسبه له. if you fail to understand the patient this can be uncovered and clarified في الفيدباك بروسيس، كمان هيظهر لما اجي ايه، لما اجي اديله فيدباك وهو يعني ايه احاول ابين له ان انا فهمته مش هقدر. تمام. تمام،
طيب listening well عشان خاطر نسمع كويس ده بيكون فيه فوائد كتير. اول حاجه listening to the patient trying to understand their thoughts and feelings. لما بيجي نسمع البيشنت لازم نحاول ان احنا نفهم البيشنت دوت بيفكر ازاي وايه هي المشاعر اللي عنده والحاجات دي كلها. تمام كلها مهمه عشان خاطر نعمل effective communication. دي اول حاجه. يبقى انا بسمع كويس عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر افهم البيشنت والافكار بتاعته ومشاعره واحاسيسه وكل الحاجات دي. طيب however empathic communication require more than understanding. لكن برضو بحتاج اكتر من مجرد ان انا اكون فهمته, لازم اوصل لقدام ان انا فهمته, لازم اعمل ريفليكشن وادي له فيدباك وارجع له يعني ايه اللي هو اظهره ان انا فهمتك وحاسه بيك وكده يعني خلاص. The understanding you have must be conveyed back to patient to realize you understand. لازم يفهموا ويحسوا ان انا كمان فهمتهم, يعني هو بيتكلم معايا انا فهمته اظهره ان انا فهمته. تمام تمام. In addition you must genuinely care. لازم برضو اهتم بالبيشنت كويس وفي نفس الوقت بامانه, ولو حصل عنده لو هو عنده حاجه مشكله او كده انا بقول له اللي عنده بالظبط, مش بخبي حاجه. لكن مش معنى كده ان انا ايه اقولها برده بطريقه هارش قوي او اللي هي طريقه مش كويسه. مثلا هو عنده مثلا مرض خطير وهيموت, ما اقولوش انت عندك مرض خطير وهتموت كمان كام يوم, ما اقولوش كده. لا اقولها له اه بس بالراحه, فهمه الدنيا عنده ايه وكده يعني. تمام تمام. about patients not afraid to communicate your concern to them. عشان ايه and not be afraid to communicate your concern to them, يعني ما تخافش ان انت تقول لهم الحاجه اللي تقلقك عن حالتهم كده. تمام تمام. finally the patient's feeling must be accepted without judgment. كمان حاجه لما بيشنت يجي يحكي لي عن حاجه او يجي يتكلم في موضوع, انا مش هو مش جاي لي عشان خاطر اقول له انت غلطان او ان انت صح او ان انت غلط او اي حاجه. لا هو جاي لي عشان خاطر عايز يتكلم وعايز مثلا حد يفهمه او حد يشوف له المشكله بتاعته او كده, مش عشان خاطر ان انا اعمل عليه جادجمنت واقول له ان انت غلطان او ان هو كده او ان انا مثلا احكم على تصرفاته. انا ماليش الحق ان انا اعمل كده. تمام. يبقى فاينالي بيشنت فيلينج ماست اكسبتد وذاوت جادجمنت, من غير ما احكم عليها. جاست بي رايت او رونج, ماليش ان انا اقول هي صح ولا غلط ولا ايا كان اللي حصل ايه. تمام تمام. شورت لي لسننج جول انفولفتي. بقى من الاخر كده عشان خاطر اسمع كويس لازم اكون اندرستاندنج بوث الكونتنت انفورميشن بينج بروفايدد والفيلينج بينج كونفيد. لازم افهم معنى الكلام والمعلومات اللي اتقالت لي والمشاعر اللي بتوصل لي من خلالهم, بخلال ان انا هركز في الفيربال والنون فيربال بتاع مين, بتاع البيشنت اللي قدامي. نون فيربال كوميونيكيشن برده that show caring and attention to the patient. كمان برضو في ان انا بعمل معاه non-verbal communication برضو عشان خاطر يحس ان انا فاهمه. مثلا اعمل اللي هي المهارات بتاعت التواصل, يعني لما اجي اسمع حد مثلا ان انا اكون لين شويه فورورد, مش بفضل الهي نفسي في حاجات كتير حواليه, مش بقعد مثلا ابصش كل شويه في الساعه اظن ان انا مش عايزه اسمعه. كل الكلام ده غلط. لازم برضو non-verbal communication body language بتاعتي تظهر له ان انا مرتاحه وان انا ايه قاعده بسمعه مش ورايا حاجه يعني. تمام تمام. طيب دلوقتي بقى نشوف الفاكتورز اللي بتامباكت الليسنج, ايه الحاجات اللي بتاثر على الليسنج. يعني مثلا ايه الحاجات اللي ممكن تخلي اللي قدامي ما يحسش ان انا بسمعه كويس او انه انا اصلا مش هقدر اسمعه كويس. طبيعي السلايد دي مهمه في الريتن, يعني ممكن تجينا الريتن. اول حاجه ان اديشن تو كوميونيكيشن باريرز. في طبعا كوميونيكيشن باريرز احنا كنا خدنا لكم الكوميونيكيشن سايكل, ان انا بيكون في عندي سندر دوب بيبعت مسج, بيبعتها بطريقه معينه من خلال الشانل, بيبعتها للريسيفر والريسيفر بياخدها وبيديني عنها ايه, بيديني عنها فيدباك. دي الكوميونيكيشن. في باريرز بتمنع ايه, بتمنع التواصل ده. في باريرز, في بقى باريرز برده بتمنع الليسننج. تمام تمام. some communication habit can interfere with your ability to listen. في حاجات بقى ممكن ايه تعوق قدرتي ان انا ايه اسمع البيشنت. تمام. ايه هي؟ اول حاجه مالتي تاسكينج. يعني مثلا ايه, لو انا مثلا بسمع البيشنت وانا بكتب اي حاجه خلاص وهو بيتكلم انا كده مش سامعاه, انا كده هركز في الكتاب ولا هركز في السماع؟ زي بيقول كده صاحب بالين كداب. ماشي. يبقى مالتي تاسكينج تو دو تو ثينجز ات وانس اف ات ايفيدنت تو ذا بيشنت ذات دي دونت هاف يور فول اتنشن. ده بيظهر لي بقى ان ايه, بيظهر للبيشنت ان انا مش مديله كل اهتمامي او تركيزي, او ان هو مثلا بيتكلم وانا قاعده على الفون. تمام. كل الحاجات دي غلط خلاص, او ان هو مثلا بيتكلم وانا مثلا بروق المكتب مثلا كده يعني. ماشي. طيب تاني حاجه بلاننج اهيد. يعني ايه؟ يعني هو بيتكلم وانا بفكر هرد عليه بايه, انا مش بركز في الكلام اللي هو بيقوله, انا مركزه. يعني انا مثلا في دماغي حاجه معينه عايزه اقولها, انا مش مركزه على كلام البيشنت ده, انا بفكر في الكلام اللي في دماغي اللي انا عايزه اقوله. تمام. بلاننج اهيد تو وات ويل يو سي نيكست, اللي هو بلاننج النيكست بوينت اللي هو ايه انتربتنج. يعني مثلا ايه, هو بيتكلم في حاجه وبعدين ايه انا مجهزه في دماغي حاجه تانية انا هكلمه عنها, فانا مش بسمع اللي هو بيقوله وبجهز الكلام اللي انا هقوله في دماغي. ده غلط, انا كده مش مركزه معاه. تاني حاجه جامبنج تو كونكلوجنز. يعني ايه؟ يعني انا مش مديه البيشنت فرصه ان هو يتكلم. يعني هو مثلا بيجي يتكلم بقول له يعني انت عندك كذا كذا, وهو بيجي يتكلم طب ويجي يتكلم مش عارف يتكلم, اقول له لا يبقى انت اكيد عندك كذا كذا, انا بلحق عليه في الكلام. تمام. يبقى جامبنج تو كونكلوجنز بيفور بيشنتس هاف كومبليتد دير مسج, قبل ما يخلص كلامه انا اصلا ايه بسبق عليه, قول لي هيرينج ووردز اوف. يعني مثلا بسمع اول الكلام
مش بسمعه لاخره وبكمل انا وبسبق على المريض، ده غلط. طيب تاني حاجه سيلكتيف ليسننج معناها ايه؟ معناها مثلا هو البيشنت بيحكي لي عن حاجات معينه، انا شاكه في حاجه معينه، انا بسمع من الكلام بتاعه اللي انا عايزاه بس، وعشان خاطر اقول له الدايجنوز اللي في دماغي مثلا. الكلام ده برده غلط. سيلكتيف ليسننج فوكسنج اونلي اون كونتنت ليسننج وذ ايرز اونلي، تمام؟ او اللي هو ايه يعني، او مثلا او ان انا مثلا مركزه مع الفيربال بس مش مركزه مع النون فيربال، اللي هو الفيربال لانجويج بتاعته مش مركزه مع النون فيربال، دي برده النون فيربال مهم عشان افهم البيشنت عايز يقول ايه بالظبط والفيلينجز اللي هو حاسس بيها. لكن مثلا او ان انا مثلا برضو من الفيربال بنقي كلام معين انا عايز اسمعه وخلاص، لكن انا مش بسمع كل الكلام. تمام تمام. خامس حاجه ان انا بعمل جادجنج للبيرسون او المسج ذات از بين كونفيد، يعني انا ايه يعني انا بحكم على المريض او بحكم على الكلام اللي هو بيقوله او على التصرف اللي هو حكاه او على الحاجه اللي هو بيحس بيها. الكلام ده كله غلط، ما يعني انا ماليش ان انا احكم على البيشنت ولا على تصرفاته. تمام تمام. سادس حاجه فيكينج انترست، يعني ايه يعني انا مثلا ببين له ان انا مهتمه او كده بس انا اصلا دماغي حاجه ثانيه مش مركزه معاه. تمام تمام. بيرسبشن يعني ايه؟ معناها انا مثلا البيشنت دوت جالي مره قبل كده واتكلم قبل كده وانا عارفه ان هو بيقولك اي كلام ومش هوصل معاه لحاجه، فانا ايه قاعده بس كده اللي هو مجرد تاديه واجب وخلاص. ما ينفعش برضو، غلط. يعني انا مش سامعه هو بيقول ايه، ان انا كده كده هو مثلا جالي قبل كده وانا عارفه انه مش بيقول كلام مفيد او كده، فانا يعني هو بعمل بيرسبشن كده اللي هو ايه خلاص، يعني انا بسمعه كده وخلاص بس انا مش مركزه معاه، ده هيرنج، بعمل هيرنج مش ليسننج. طيب اخر حاجه ستيريوتايبنج، يعني ايه ستيريوتايبنج؟ دي ان انا زي ما بقول كده بعمل ايه، بعمل كاتيجوريزيشن اللي هو بخلي الناس كلها كمجموعه. مثلا كل الستات اللي هتجيلي بريجننت هتشتكي من نفس الحاجه، في اي ست بريجننت ببقى عارفه الكلام اللي هي تقول، فانا ايه مش بسمعها لانها كده كده هتشتكي زي ست بريجننت جت قبلها. مثلا لو انا بعالج مثلا مرضى نفسيين او غيره، مثلا كلهم عندهم ديبريشن او مثلا عندهم كلهم اكتئاب، انا مثلا كل اللي هيجيلي عنده اكتئاب انا خلاص مش هسمع منهم لان هم كلهم هيكون عندهم نفس الكلام. او مثلا الناس الكبيره، انا مثلا الناس الكبيره كلها بتجيلي اعدادا بنفس الشكوى، فانا خلاص كده ايه مش هسمع الكلام اللي هو بيقوله او مش هركز فيه لانه كده كده كل الناس الكبيره بتجيلي بنفس الشكوى. ده معنى كلمه ستيريوتايبنج، والكلام ده طبعا غلط. كل الحاجات دي بتافكت الايه، بتافكت الايه الليسننج، اللي هو المالتي تاسكينج، بلاننج اهيد، جامب تو كونكلوجن، سيلكتيف ليسننج، جادجنج تو ذا بيرسون، فيكينج انترست، بيرسبشن، وستيريوتايبنج. طيب بنقول بقى ان الليسننج ويل برده في سكيلز بتبقى مهمه برضو لما باجي بعمل افكتيف واكتيف ليسننج للبيشنت. لما باجي بعمل افكتيف او اكتيف ليسننج عندي في ثلاث حاجات مهمين بيبقوا مهمين، او اللي هم ايه، عندي حاجه اسمها سمرايزنج، حاجه اسمها بارا فريزنج، وحاجه اسمها امباثيك ريسبونس. يعني ايه؟ اول حاجه سمرايزنج وبارا فريزنج الاثنين معناهم تلخيص، بس ايه الفرق بينهم؟ سمرايزنج يعني انا بلخص بس بطريقه البيشنت، يعني انا بقول الكلام اللي البيشنت قاله ثاني كده ايه باختصار، بوريه اللي انا فهمته منه عشان خاطر يقول لي هو صح ولا غلط، ولو في حاجه عايز يزودها يزودها والكلام ده كله. طيب البارا فريزنج لا، انا بقول كل الكلام اللي الدكتور اللي هو البيشنت قاله في ايه، في جمله او جملتين بطريقتي انا. تمام، يبقى سمرايزنج والبارافريزنج اتنين معلوم تخليص تلخيص. سمرايزنج بطريقه البيشنت، البارافريزنج بطريقتي انا، بطريقه الدكتور. تمام تمام. عندي بعدين برضو الامباثيك ريسبونس، ان هو لما انا بسمع الكلام بتاعه انا مش بسمعه كده وانا ماسكت فيس ونفس نفس التون بتاعه الفويس اكن عندي باركنسونيزم، لا انا بسمعه وبحاول افهمه واظهر فيشل اكسبريشن، مثلا لو هي حزينه فيها شويه حزن مش عارف ايه كده، يعني اللي هو مثلا ست كبيره او راجل كبير مثلا معلش يا عم الحاج وكده وبالراحه وكده. تمام تمام. ده بعمل ريفليكشن للفيلينجز اللي وصلت لي، يعني هو مثلا وصل لي مشاعر الحزن او كده، ان انا بحاول اظهر شويه تعاطف معاه، مش ان انا قاعده جامده كده اللي هو مفيش اي حاجه حاسه بيها كده يعني. تمام تمام. statements that verbally convey your understanding of the essence or emotional meaning of the other person's communication. طيب يبقى هنا كده اهم حاجه في listening well skills بعمل summarizing و paraphrasing و empathic response، وهنتكلم عنهم بالتفصيل. بنقول السمرايزنج ده معناها ايه؟ معناها لما البيشنت بيديني انفورميشنز، بيديني معلومات كتير، انا بعمل سمرايز للكريتيكال بيسز، الحاجات المهمه اللي تهمني في الكلام اللي هو قاله. يعني هو البيشنتس في منهم اكيد هيبقى في منهم توكاتيف بيشنتس، يعني ايه يعني بيفضلوا يقولوا كلام كتير 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 ملوش لازمه، فانا ايه بشوف الكلام اللي يهمني وانا بعمل دايجنوزس وايه واعيده تاني عليهم كده باختصار. سمرايزنج يعني انت مثلا هو بيقعد يتكلم كتير يقول يعني انت جاي دلوقتي تشتكي من كذا وكذا 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 وعندك كذا وكذا وكذا وكذا. تمام. طب ايه فايدتها؟ اول حاجه ان دي هتخليني اعمل فيريفاي يو اندرستود اكيوريتلي، هتفهم للبيشنت او هتوصل له، هتحسسه ان انا فهمته وكنت سامعاه كويس. تمام تمام. تاني حاجه ان هي هتاد نيو انفورميشن، يعني لو مثلا لو انا قلت له انت حاسس كذا كذا كذا، اقول وزود عليهم بقى كذا وكذا وكذا كذا، يعني هو حاجه مثلا كان بيحكي نسيها افتكرها وانا بعيد عليه الكلام تاني. خلاص خلاص. تالت حاجه فريكوينت ساوندنج ستيتمنت ايدنتيفاي مس اندرستاندينج ذات مي اكزيست، كمان لو مثلا في حاجه فهمتها غلط هو يصححها لي. بقى ايه فايده ان انا اعيد عليه الكلام كده بسرعه؟ ان هو لو في معلومه ناقصه هيزودها لي. تاني حاجه لو في حاجه غلط هو هيصححها لي، وحاجه زياده منه بقى ان هو ايه هيفهم او هيوصل للبيشنت ان انا فهمته كويس. خلاص خلاص.
ده بالنسبة للايه للسمرايزنج. بعدين هتكلم عن البارا فريزنج. يعني ايه كلمة بارا فريزنج؟ قلت بارا فريزنج دي معناها ان انا بقول كل الكلام اللي البيشنت قاله جملة بطريقتي بقول فيها الجوهر بتاع الكلام اللي هو بيقوله، يعني خلاصة الكلام من الاخر الزتون. تمام تمام بارا فريزنج كونفي باك تو ذا بيشنت الجوهر او الاسنس. تمام تمام وات هي او شي جاست سيد. بنقول هنا كده عندي ايه البارافريزنج كوندنسز اسبيكت اوف كونتنت، يعني ايه بيأكنه بيقول كل الكلام اللي اتقال في صوره كده اللي هو ايه عشان خاطر اختصر كل المشاعر والمشاكل بتاعه البيشنت يعني في جمله او جملتين انا اللي بقوله. تمام تاني هنا بيديني مثال البارافريزنج بيقول لي ايه البيشنت وفي بيشنت تاني البيشنت قال لي اي دونت نو اباوت ماي دكتور وان تايم اي جو تو هيم اند هي از نايس از نايس از هي كان بي ذا نيكست تايم هي سو رود اي سوير اي وونت جو باك اجين. يعني هو ايه واحد يعني هو دكتور واحد كان بيروح عند دكتور وبعدها راح عند دكتور تاني فبيشتكي للدكتور من الدكتور الاولاني فبيقول له ايه ده انا كنت بروح عند دكتور قعدت معاه مره كان كويس وحلو معايا قوي والمره الثانيه لما رحت له كان وقح معايا وكان شرير وانا حلفت ان انا مش هروح له تاني. فاما هو الدكتور لما يجي يعمل بارافريزنج يقول ايه يبقى هو اكيد الدكتور دوت بي فيري انكونسيستنت اكيد عنده تعارض، يعني هو يعني عنده شخصيتين مره كويس ومره مش كويس. تمام ده في النسبه للبيشنت الاولاني. طب البيشنت الثاني بيقول ايه بيقول I'm glad moving into the retirement village انا مبسوط قوي ان انا اتنقلت للقريه دي every day there is something new to do في حاجه كل يوم في حاجه جديده اعملها و there are always lots of things to do I am never bored في حاجات كتير دايما ممكن نعملها انا عمري ما بمل. ده معناها ايه معناها ان لو انا باجي بعمل paraphrasing هقول ان اكيد عندك انشطه كتير تعملها يبقى so the activities to choose from اكيد عندك انشطه كتير انت تختار منها وتعملها عشان كده مش بتحس بملل عشان كده مبسوط وفي كل يوم حاجه جديده تعمل. طيب في برضو حاجه بتقول تشيك فور اكيورسي يعني بنتاكد هل انت بتقول انت قصدك كذا طب يعني بتاكد من المعنى لو انا شاكك في حاجه خلاص. طيب بعدين بقى في عندي حاجه اسمها الامباثيك ريسبوندنج. يعني ايه امباثيك ريسبوندنج؟ امباثيك ريسبوندنج دي يعني انا بسمع البيشنت وابدا اتعاطف معاه. ديفايند ا سنسيتيف ابيليتي اند ويلنس تو اندرستاند ذا بيشنت ثوت معناها ان انا عندي ايه عندي قابليه واراده اصلا يعني انا هفهم البيشنت وهتعاطف معاه وهفهم هو بيحس بايه بشوف الثوتس الافكار بتاعته والفيلينج والاستراجلنج يبقى بفهم مشاعره واحاسيسه وافكاره والمشكلات اللي مر بيها فروم هيز بوينت اوف فيو من وجهه نظره هو. يعني ممكن مثلا هو ما يجيش يحكي لي عن مشكله انا شايفه ان المشكله تافهه وبسيطه بس هي بالنسبه له مشكله كبيره جدا فانا ما اجيش اتفه منها قدامه. تمام تمام ان اذر تيرم بحاول انترنج البرايفت كونسبشوال وورد اوف ذا اذر بحاول ادخل لعالم الاخر بشوف الحاجه من وجهه نظره هو بحس بمشاعره هو وبافكاره هو ومشاكله هو. تمام تمام بلس بقى ان انا بعمل ريفليكشن للفيلينج ده يعني هو وصل لي مثلا مشاعر اللي هو الموصل المشاعر دي فانا بقى احب ابدا اعملها ريفليكشن سواء كان فيربالي او نون فيربالي. فيربالي مثلا اقول له ايه هي حرام طب اللي حصل تاني اللي هو كده يعني ايه بحاول اظهر تعاطف ان انا انا حاسه بيك والله فهماك تلاقي الموضوع كان صعب عليك كده يعني. تمام فيربالي كونفينج يور اندرستاندينج اوف ذا اسنس اور ايموشنال مينينج اوف انذر بيرسون كوميونيكيشن ببدا اديله يعني ايه باختصار يعني انا ببدا اديله فيدباك برجع له الحاجه دي وكمان ده برده هيحسس ان انا كنت سامعه كويس ان انا وصل للمعنى اللي هو عايز يقوله ويحس ان في حد فاهمه. طيب هي types of empathic responding دي برضو سلايد مهمة تيجي MCQ. types of empathic responding دي معناها في اللي هو لما انا بسمع شخص وببدأ اتعاطف معاه بيكون في انواع. اول حاجة اسمها cognitive empathy. يعني ايه cognitive empathy؟ دي معناها ان انا مجرد لما انا سمعت البيشنت اتعاطفت معاه بس فكريا بس من خلال افكار يعني انا حسيت بيك ومتعاطفة معاك بس انا ما عملتش اي حاجة لا ابديت لا verbal ولا non-verbal communication ولا عملت له reflection كل ما حصل ان انا بس تعاطفت معاه بينه وبين نفسي مع افكاري. تمام emotional empathy لا انا هنا تعاطفت معاه بين نفسي ومع افكاري في نفس الوقت اظهرت له فيزيكال ايه اظهرت له حاجه فيزيكال امباثي مثلا قلت له قمت مثلا لو هي ست كبيره قمت طبطبت عليها قلت لها معلش يا حاجه مثلا لو هي عيل صغير مثلا طبطبت عليه كده قلت له خلاص ما تزعلش ومش عارف ايه كده يعني. تمام مثلا لو هو حد تاني مثلا ان شاء الله خير ربنا يعدي على خير اللي هو حاجات زي كده يعني ده ايموشنال امباثي اللي هو شفقه زي كده. لكن في بقى نوع تاني اسمه ايه اسمه كومباشنت امباثي. الكومباشنت امباثي دوت لا ده دوت بقى ايه اقصى درجات الامباثي ان هو انا متعاطفه معاه فكريا وبافكاري وكمان متعاطفه معاه بشكل فيزيكالي فيربال ونون فيربال وكمان ايه متعاطفه معاه لدرجه ان انا هبدا اساعده واحاول اشوف احل معاه مشكلته دي اسمها الكومباشنت امباثي. تمام يبقى كده عندي الكومنيتيف امباثي امبلاي نو ذات اذر بيرسون فيلز اند وات ذي مايت بي ثينكينج بشوف هو بيحس بايه وبيفكر بايه. سامتايمز كولد برسبكتيف توكينج اتس كونسيدرد وذ ثوت بس على حسب ايه على حسب الافكار بس اندرستاندينج وانتلكت يعني انا خلاص فاهماك وحاسه بيك وكده بس خلاص مش هعمل حاجه. ايموشنال امباثي بقى انا هنا بدات اظهر الكلام ده فيزيكالي. when you feel physically along with the other person as to their emotion where continuous it's considered with feelings physical sensation mirror neurons يعني ايه ببدا اظهر المشاعر بتاعتي دي
اللي هي بتاعت الامباثي وبظهرها له يعني تمام بس بشكل كويس. كومباشنت امباثي دي معناها ايه؟ قلت معناها ان انا خلاص ده كايند اوف امباثي، وي ار نوت اونلي اندرستاند البيرسون، يعني مش بس بنفهم الشخص ده، لا احنا كمان بدانا ومش بنحس بيه، لا احنا كمان بدانا بنتحرك عشان نساعده سبونتينوسلي موفد تو هيلب، بدانا نساعده ونشوف هو محتاج ايه ليف نيد. مثلا لو هو مثلا انا عارفه اماكن مثلا حد بيشتكي، مثلا جه لي يشتكي تمام، وبعدين بقى ايه هو بدا يتكلم معايا في مثلا موضوع خاص، مثلا هما مثلا مش قادر يعمل تحاليل او مش قادر يعمل عمليه او مش قادر يجيب العلاج او غيره، فانا هنا ايه مثلا ممكن مثلا دكتوري بدا يتعاطف معاه عادي اللي هو عادي. طب انا مثلا لو انا مثلا اتعاطف معاه ايموشنال امباثي، طب معلش يا حاج ومش عارفه ايه وكده وان شاء الله خير ربنا يسهلها وربنا يعديها وكده والاحوال صعبه، اللي هو ايه بحاول اخفف عنه شويه. انما بقى كومبشنت امباثي اقول له لا خلاص ماشي انا ممكن انا اجيب لك العلاج مثلا، او ان انا مثلا عارفه اماكن معامل وتعمل تحاليل باسعار مثلا كويسه، حاجات زي كده يعني تمام. دي الحاجه مثلا اللي احنا ممكن نتكلم عليها يعني كمثال هنا. طيب والسلايد دي مهمه برضو، اللي هو كل نوع منهم وبتلخبط بينهم يعني تمام. طيب يبقى اظن الكلام سهل. طيب the difference between the empathic وال paraphrased، انا عايزه بقى افهم ايه الفرق بين الامباثيك وال paraphrasing. اول حاجه هو جاب لي نفس الامثله اللي كنا اتكلمنا عنها وهنقول عليها امتى نعمل الامباثيك ريسبونس. هنا لما كان الدكتور البيشنت بيشتكي من الدكتور الاولاني، لما انا جيت اعمل paraphrasing قلت هي سيم تو بي فيري انكونسيستنت، يكون عنده تعارض يعني، انا هنا ما فيش اي تعاطف ظاهر في الموضوع. لكن في الامباثيك ريسبونس اقول له ايه، ده تلاقيك انت اتضايقت بقى منه ومش عارف ايه، ويعني ما كنتش متوقع ان هو يعمل معاك كده يعني، حاجات زي كده. you must feel uncomfortable going to see him if you never know what to expect، يعني انت اكيد ما كنتش متوقع منه كده، ده تلاقيك مش مرتاح مش مبسوط كده يعني. طيب البيشنت التاني لما انا جه يعمل بارا فريزنج قلت له ان في لوت اكتيفيتيز تشوز فروم، طب الامباثيك ريسبونس قلت له انت اكيد حبيت بقى اكيد حبيت العيشه هناك وكده يعني، خلاص يعني ايه الامباثيك دي بتبقى تفاعل مع المشاعر اكتر يعني تمام. تمام دلوقتي بقى شوف الامباثي والافكتيف كوميونيكيشن. الامباثي دي بتبقى مهمه جدا وبتبقى حاجه ضروريه في الكوميونيكيشن ده. ليه؟ اول حاجه ان بيكون لها بوزيتيف افكت على الدكتور بيشنت ريليشن شيب، يعني بيكون لها ايه، بيكون لها عائد كويس على العلاقه اللي بتبقى بين الطبيب وبين المين وبين الـ وبين الـ بين الطبيب وبين المريض تمام. اول حاجه ان هي تخلي البيشنت يثق فيك اكتر، يبقى come to trust you as someone who care about their welfare، يعني حد بيهتم بصحته وبيهتم باموره وبيهتم بحاجاته يعني هيخليه يثق فيك. ثاني حاجه ان هو understand their own feeling more clearly، كمان انت ممكن تساعده ان هو يفهم نفسه اكتر، يعني هو خلاص ممكن مثلا في ناس مثلا بتبقى مش عارفه تتكلم، او لو هي اتكلمت مش بتبقى فاهمه بالظبط، لكن لما بتتكلم تحس ان الدنيا بسيطه والامور وضحت، يبقى اول حاجه ان هو بيخليه يثق فيك. ثاني حاجه انت ممكن تساعده هو ان هو يفهم مشاعره ويفهم هو محتاج ايه. تاني حاجة alleviate the patient's sense of isolation which often accompanies an illness experience. في ساعات البيشنت مثلا لما بيمر بمرض معين او حاجة بيحس ان هو لوحده، لما هو بيتكلم وانا بسمعه كده وابدأ اتعاطف معاه هو هيحس ان هو مش لوحده وان في حد بيفهمه. يعني في ناس مشكلتها كلها ان هي اصلا مش بتعرف تتكلم لان هي مجرد بتحس ان مفيش حد بيفهمها او ان محدش بيبقى حاسس بيها يعني تمام. وبنقول رابع حاجه فاسيليت بيشنت اون بروبلم سولفنج ابيليتي، كمان برضو ان احنا هنساعد البيشنت ان هو ايه يحل مشاكله وهنسهلها له يعني شويه وكده يعني. خلاص يبقى ايه هي البوزيتيف افكتس، اول حاجه ان هو يثق فيا تراست يو، ثاني حاجه اندرستاند ذير اون فيلينج هيفهموا نفسهم، وثاني حاجه هتمنع احساس العزله اللي هو بيحس بيه، وكمان هتسهل ان هو يحل مشاكله اللي هو عايز يحلها هو لوحده مثلا، او ان هو مجرد ان هو بيحكي يعني مش محتاج مني حل او حاجه يعني تمام. تمام نقول بقى عندنا نتكلم عن النون فيربال اسبيكت اوف امباثي. الامباثي قلت ان هي فيها فيربال وفيها نون فيربال. فيربال دي اللي هو افضل اقول كلام زي معلش والموضوع اكيد كان صعب وكده حاجات زي كده، لكن النون فيربال ده اللي هو الايه اللي هو البادي لانجويج. النون فيربال عشان خاطر اوصل الانترست والكونسرن ان انا مهتمه وان انا يعني ايه كنت عارفه اللي هو بيقوله يعني تمام، او كنت مركزه معاه. وفي نفس الوقت عملت امباثي معاها نون فيربال. زي ايه؟ اول حاجه استابليشنج اي كونتاكت وايل توكينج تو بيشنت، يعني ايه بعمل اي كونتاكت مع البيشنت وانا بتكلم معاه عشان خاطر ايه يعني برضو الايز مهمه في الكوميونيكيشن ماشي. تاني حاجه لينينج فورورد، يعني مثلا ايه مش اللي هو عشان خاطر اظهر امباثي مثلا، مش اللي هو يعني مثلا مش عارفه اعبر يا جماعه، قلنا leaning towards them slightly with no physical barrier، يعني ايه يعني بنميل لقدام شويه نحاول نظهر ان احنا مهتمين وان احنا مش مكبرين دماغنا،
مش مثلا بكلمه من قدامي مثلا شاشه الكمبيوتر وهو واقف ورا شاشه الكمبيوتر في فيزيكال بارير بيننا، لا مش بعمل كده خلاص. تاني حاجه هافنج ريلاكسد بوستشر، يعني بقعد مثلا بقعد مرتاحه، مش بقعد مثلا اهز في رجلي مثلا كل شويه ابص في الساعه كاني في ورايا حاجه وان انا عندي قطر الحقه، لا مش كده خالص. هيد نودز اند انكرجمنت تو توك، في نفس الوقت بقعد اللي هو ايه بقعد مثلا اهز براسي كده اللي هو في نفس الوقت ايوه ايوه كمل واشجعه، طب حصل ايه تاني كده يعني. تون اوف فويس كمان، مش بتكلم بنفس التون بتاعت الصوت، لا لازم اغير في التون بتاعت الصوت عشان خاطر يحس ان انا فاهمه ومتجاوبه معاه وكده، يعني حاجات كلها اصلا كنا خدناها في المحاضره الاولى تمام. سيس حاجه establishing sense of privacy by coming out from behind the counter، في بقى ساعات ممكن مثلا المشكله تبقى صعبه قوي او حساسه شويه لدرجه ان مثلا ممكن الدكتور يقوم من مكانه ويجيب كرسي ويقعد جنب البيشنت خاطر ايه يعني يخلي البيشنت يتكلم بأريحية اكتر، يعني يقوم من على المكتب خالص اصلا تمام. يبقى establishing sense of privacy by coming out from behind the counter. تمام. سابع حاجه conveying that you have time to listen، كمان زي ما قلنا كده ما اقعدش كل شويه ابص في الساعه او كده، لازم ابين له ان انا عندي الوقت ان انا كيف ان انا اقعد اسمعه. وثامن حاجه sensitivity to patients non verbal cues، كمان برضو زي ما بسمعه verbally اركز مع البادي لانجوج بتاعته، شوف التون بتاعته الفويس بتاعته هو بيتكلم عامل ازاي، بشوف الفيلينج، شوف الفيس اكسبريشن، شوف البادي لانجوج، كل الحاجات دي برضو بتفرق لما باجي بسمعه. وبعمل ايه؟ انا باجي اشوف نون فيربال اسبيكتس بتاعت الامباثي، يعني اللي هو اشوف البادي لانجوج بتاعته والتون اوف فويس والحاجات دي تمام. يبقى قلنا اي كونتاكت، بشوف لين فورورد ما بيبقاش فيه بينا فيزيكال بارير، ريلاكس بوستشر، بشوف هيد نودز انكارجمنت تو توك، تون اوف فويس، سنس اوف برايفسي، والتايم تو ليسن، والنون فيربال كيوز برده بركز عليها. خلاص خلاص. بعدها بقى في بروبلمز بتبقى ان استابليشنج او هيلبنج ذا ريليشن شيب، يعني ايه معناها؟ ان بيبقى في ساعات مشكلات لما باجي بشوف الايه الريليشن شيب بتاعه البيشنت والدكتور. there are countless sources of problems، بيبقى في مصادر كتير جدا للايه ان ممكن مشاكل تحصل. interpersonal communication between doctor and patients، however certain doctor attitudes and behavior are particularly damaging in establishing have helping relationship with patients، يعني بيبقى في حاجات كتير ممكن تحصل وكده وتصرفات ومشاكل كتير ممكن تحصل تخرب العلاقه اللي بين الدكتور والبيشنت. اول حاجه اسمها الستيريوتايبنج و الدي بيرسوناليزنج والكنترولنج بيهيفير، هنتكلم عنهم بالتفصيل. الستيروتايبنج احنا تقريبا خدنا عنها انت صغير ان احنا بنعمل ايه، بنعمل كاتيجورايزيشن لكل الناس، مثلا كل البريجننت وومنز هتيجي تشتكي من نفس الحاجه، كل الاولد ايج هيجوا يشتكوا من نفس الحاجه، كل اللي عندهم ايدز مثلا هيجوا يشتكوا من نفس الحاجه، كل اللي عندهم مش عارف ايه هيجوا يشتكوا من نفس الحاجه. فانا مسيستم دماغي على حاجه معينه مش هسمع غيرها تمام. يبقى كده وات ايمج كومز تو مايند وين يو ثينك اوف اردرلي بيشنت، يعني كل لما يجي لي شخص كبير خلاص انا عارفه نفس الشكوى بتاعته. ايدز بيشنت نفس الايدز، الداينج بيشنت، psychiatric patients، اي حاجه خلاص خلاص. if you hold certain stereotypes of patients you may fail to listen without judgment، يعني ايه؟ لو انا يعني ايه اللي هو انا اوريدي اصلا عارفه انت جاي تشتكي من ايه، مثلا كل البريجننت وومن بيجوا يشتكوا نفس الحاجه، فانا خلاص عارف ان البريجننت وومن دول يجوا كلهم يشتكوا نفس الحاجه، فانا مش هسمعها فهعمل عليها judgment بدري من غير ما افكر اصلا. نفس الاولد ايج، نفس الفكره مع الاولد ايج، مثلا كل الناس الكبيره تيجي تشتكي نفس الحاجه، فانا مش بسمع لو حد كبير جه مش بسمع ومش بركز معاه في الكلام اللي هو ايه اي كلام خلاص تمام. تمام. يهمنا اول كلمه في stereotyping ان هي ايه، I already know what he is going to say، انا اصلا عارف هو هيقول ايه تمام، وبعمل categorization للناس. طيب دي personalizing يعني ايه؟ يعني من كتر ما اتعامل مثلا في ناس او دكاتره، من كتر ما اتعاملوا مع حالات ومن كتر ما اتعاملوا مع ناس خلاص بقوا بيتعاملوا مع الناس دي على انها حالات بس، يعني مش بيتعاملوا معاهم على انهم بني ادمين. مثلا لو مثلا دكتور مثلا ليه تخصص معين وحد جاله يشتكي من الاورجان ده، هو مثلا الاورجان ده بس اللي تعبه، بس ممكن يكون اثر على اعضاء تانية مثلا او سيستمز تانية في الجسم، لا هو مش مركز غير مع الاورجان بتاعه بس تخصصه بس، بيتعامل معاه لان هو وظيفه او ان هو حاجه جامده، مش ان هو بني ادم زينا يعني ان هو محتاج حاجات تانية. بيبقى نوع من ريجيد كوميونيكيشن، بيبقى ريجيد، يبقى اللي هو ايه كوميونيكيشن حاد كده بين الدكتور وبين المريض. فورميشن اوف دكتور مونولوج رادر ذان دكتور بيشنت ديالوج، يعني بيبقى ايه مش مهتم بيه قوي، وان هو بيبقى خلاص الحاجه بتاعتي بس. مثلا لو عنده سيمتومز تانية، لو هو مثلا جاي يشتكي من سيمتوم في السيستم اللي هو بيبقى مسؤول عنه او التخصص بتاعه، هو ملوش دعوه بالسيستم بالسيمتومز التانية، هو ملوش دعوه بالسيمتوم اللي هو جاي تبع السيستم بتاعه بس. يعني طب ما ممكن المشكله في السيستم تانية هي اللي جايبه السيستم في المشكله في السيستم بتاعك او في الاورجن اللي انت المفروض بتكشف عليه، لا هو ملوش دعوه غير بالاورجن بتاعه بس. او مثلا لو ست حامل مثلا جت تكشف عند دكتور، هو مش مركز غير مع البيبي بس، اللي هو البيبي عامل ايه وصحته عامل ايه وكده، لكن هل الست الكبيره الست الحامل دي بتشتكي من ايه مش فارق معايا ست في حاجه، انا مهم عندي مثلا البيبي ده اللي هو شغلتي بس كده. ده غلط طبعا. بريسيفنج ذا بيشنت اس كيس اوف نمبر، يعني بنعتبره كانه حاله او رقم او اللي هو فلوس اي حاجه. انتر بيرسونال، وجماعه احنا المفروض ما نتمناش ان احنا مثلا نشوف الناس تتعب، يعني انا في مش مهم. انتر بيرسونال فوكسنج اون ذا ديزيز رادر ذان ذا بيرسون،
بيركز على الديزيز اكتر من هو بيركز على الشخص. زي ما قلت مثلا في دكتور بيركز مع تخصصه اكتر من كل تخصص تانية، بيركز على السيمتوم بتاعه اكتر من باقي السيمتومز كده يعني. نارو كلينيكال رادر برودر بيرسونال ايشوز، يعني مش بيحل مشكله الشخص، لا هو بيحل بس المشكله بتاعته هو، ملوش دعوه بحاجه تاني. طيب في حاجه اسمها كنترولنج. يعني ايه كنترولنج؟ كنترولنج دي معناها انه الطبيب يبقى هو الايه اللي هو بيبقى كأنه هو المتحكم، هو اللي ليه السلطه على البيشنت، ان هو بيقول له يعمل ايه وما يعملش ايه وكده وخلاص، ملوش دعوه بحاجه. مثلا لو هو مثلا جالي انا مثلا هاخد دلوقتي دور الكنترول، هاخد الاوثورايزنج ستايل، ايه اللي هيحصل؟ يجي لي مثلا مريض هيجي يشتكي لي من حاجه، انا هقوم اكتب له دواء حقن، بس هو مثلا هو ما بيحبش الحقن وبيخاف منها، انا ما اديتوش فرصه ان هو يقول لي كده ولا حاجه، قلت له انت تاخد حقن مش هندي حبوب. او مثلا هو عنده مثلا طبعا الادويه مثلا بيبقى في منها انواع، في منها اللي هو في منها الرخيص وفي منها الغالي وكده، هو مثلا انا شايفه حالته الماديه مثلا انها ممكن ما تسمحش، انا مثلا اقوم اكتب له ده غالي، انا خلاص انا كده ماليش دعوه. هو مبدا الاوثرايزنج ده ان انا باخد الاثورتي، باخد السلطه على البيشنت، اقول له يعمل ايه وما يعملش ايه وياخد ايه وما ياخدش ايه، مش بدي البيشنت فرصه ان هو يعبر عن رايه اصلا، ولا يديني فيدباك ولا يديني مسج ولا يديني اي حاجه. طبعا الكلام ده غلط، تمام؟ تمام. هنا كده بيقول you are the authority، انت السلطة. patients are told what they do and what they shouldn't do. decisions are made، انت اللي بتعمل كل القرارات، البيشنت مش بيكون لي اي حاجة. often very little input from the patient، preferences desire concern about the treatment. you don't make room for the patient message او feedback، مش بتدي البيشنت مساحة لنفسه ولا ان هو يعبر عن رأيه ولا اي حاجة. وكده احنا ان شاء الله خلصنا المحاضرة، وان شاء الله تكون سهلة يعني، وما تاخدش منك وقت. بالتوفيق ان شاء الله، ولو في اي حاجة مش واضحة احنا ممكن نوضحها.